مبطلات عقد الجواز؟ يعني ايه الشيء اللي ممكن يبطل عقد الجواز ده؟ شوفي، هو في حاجات قانونية يعني نقول عليها ايه على سبيل الحصر لمبطلات عقد الزواج. اول حاجة ان هو لازم يكون الشخص ده اللي بيتجوز بالغ، راشد، عاقل، ما فيهوش عيب من عيوب الإرادة. يعني سفه، جنون، عته، او فقد الدين. يعني اللي ما عندوش دين برضه ما ينفعش ان هو هيتجوز على اي مله. واخده بالك عليك؟ ده شيء مهم جدا. تاني حاجه ان هو يكون اللي الولايه، يعني اللي ليه الولايه للبنت. يعني مثلا انا عندي ولي بتاعي يكون ليه، هو شرط يكون ليه الولايه، او اللي هو الولي الشرعي ليها اللي هو يزوجها لو هي مش وليه نفسها، اللي هي يعني تحت سن 21، تحت سن 18. 18 يعني يعني 18 هي بولي او من غير ولية نفسها. يعني واخده بال حضرتك؟ يعني ممكن في ما بين 18 لغايه 21 ممكن البنت تتجوز نفسها حتى لو ملهاش ولي. ما هي ما دام احنا اقررنا لها خلاص انها تتجوز. لكن مش ممكن مثلا سن 21 بتكون ليها الولايه على نفسها تامه ماليه هي بتبقى هو مش سن الرشد. الرشد حاجة وانك انت تتجوز ده حاجة. طب عشان نفسر بقى سن الرشد ده بقى اللي هو انك انت هتعملي كل المعاملات المالية بتاعتك، وان انت خلاص يعني تبقى انسان بالغ عاقل راشد في المجتمع يعمل الرشد في كل شيء. يعني هو ده بقى حضرتك. في حاجة تانية اللي هو الرضا، ما يبقاش فيه عيب من عيوب الرضا. ازاي؟ يعني انا ما تدلس عليا. ما قالش مثلا في حاجات كتيره جدا من الرضا. اول حاجه ان في مثلا ناس زي ما حضرتك بتقولي بيتجوزوا عرفي او بيتجوزوا ناس بره مصر. واخده بالك؟ يجي مثلا واحد يقول لك ايه، انا هجوز ده لابن اختي للست. انا وكيل منه وهو مسافر. في ناس بتتجوز والعريس اصلا مسافر. ما يكونش احنا عالجنا كمان الكلام ده، اتعالجت في السينما كتير. فيقول لك ايه، ده انا هجوزها لابن اختي، ويجيب لك صوره ابن اخته وان هو بيبقى عنده مشاريع وده وكلام منه وكل حاجه وكل شيء وكذا. ولكن هو في الحقيقه بيبقى هو بيجوزها لنفسه. فهي رضيت البنت على ان واهلها ان هو يتجوز مين، الولد الصغير يعني اكن فيها خدعه يعني. بالظبط، ده بيبقى عيب من عيوب مبطلات الجواز الرضا. بالظبط. فهو لو انها عرفت ان لا بعد ما تتجوز ده، طيب ايه كمان؟ ان هي يبقى في عيب من عيوب الـ الاراده. ازاي؟ يعني انا مثلا ما عنديش، انا البنت ما عنديش اراده ان انا اتجوز ده، ولكن ولي يجوزني. طبعا انا اقول لا، انا مش موافقه على الجواز وان انا يبطل عقد الزواج. كمان في عيوب اللي هي العيوب بتاعه ان فيها امراض مستعصيه، يعني ما تتكشفش الا بعد الزواج. لو او حاجات معينه برضو تكون الزوجه مش بكر. فده برضو ده عيب ممكن يبطل الزواج. ان الرجل ما يصلحش للزواج برضو. ده يبطل الزواج. اوكي. كمان ان انا بيدلس عليها، يعني اتدلس ان ده فيه عيب ما ينفعش، لا يستحيل مع العشره. يعني هذا العيب اللي موجود او اللي عنده موجود مشكله مثلا نفسيه مش ممكن يستحيل معاه العشره.